في سنة 1997 تمكن الكمبيوتر فائق القدرة ديب بلو والذي طورته شركة اي بي ام من هزيمة بطل العالم في الشطرنج جاري كاسباروف. كانت تلك لحظة حاسمة في تاريخ علوم الكمبيوتر وحدثا زلزاليا هز فهم التكنولوجيا والذكاء لدى كثيرين من الناس، وهز أيضا فهمهم عن معنى كلمة بشري. لكن ذلك الحدث الكبير صار الآن ذكرى طريفة، فمن الطبيعي أن يتمكن الكمبيوتر من هزيمة بطل العالم في الشطرنج. لماذا لا يتمكن من ذلك؟ فمنذ بداية عهد الكمبيوتر كان الشطرنج وسيلة مفضلة لاختبار الذكاء الاصطناعي، والسبب في ذلك أن الشطرنج يحتوي على عدد من الاحتمالات يكاد يكون لا نهائيا، فإذا نظر المرء في أربع نقلات فقط إلى الأمام فإن في أي وضع لرقعة الشطرنج مئات ملايين الاحتمالات. وإذا أردنا أن يصبح الكمبيوتر مكافئا للاعب بشري فمن الضروري أن يكون قادرا على حساب عدد يصعب تصديقه من النتائج المحتملة، بالإضافة إلى وجوب امتلاكه خوارزميات متينة لمساعدته على تقدير الاحتمالات التي يجدر حسابها. يمكننا أن نعبر عن الأمر بطريقة أخرى، من أجل هزيمة لاعب بشري يتعين على الكمبيوتر على الرغم من كونه متفوقا كثيرا على الدماغ المفكر لدى الإنسان أن يكون مبرمجا بحيث يستطيع تقييم الوضعيات الأكثر قيمة والأقل قيمة، أي أن على الكمبيوتر أن يمتلك دماغا يشعر. ومنذ ذلك اليوم في سنة 1997 واصلت الكمبيوترات تطورها في لعبة الشطرنج بخطوات مذهلة، فعلى امتداد 15 عاما بعد ذلك صار أمرا معتادا أن يهزم الكمبيوتر كبار لاعبي الشطرنج في العالم، وهو يهزمهم أحيانا بفارق مخجل. أما في يومنا هذا فما عادت المقارنة ممكنة على الإطلاق. يقول كاسباروف نفسه مازحا إن تطبيق الشطرنج الذي صار الآن يأتي مع معظم الهواتف الذكية أقوى بكثير مما كان عليه ديب بلو. ولقد صار مطورو البرمجيات يقيمون مباريات بين البرمجيات لرؤية البرمجية الأقوى التي تتمكن من الفوز، ولم يعد البشر مستبعدين عن هذه المباريات فحسب، بل من المحتمل كثيرا أنهم غير قادرين على بلوغ المستوى الذي يؤهلهم لدخولها. كان البطل الذي لا ينازع من بين برمجيات الشطرنج العالمية خلال السنوات القليلة الماضية واحدا من برامج المصادر المفتوحة واسمه ستوكفيش. لقد تمكن هذا البرنامج من الفوز أو من احتلال المركز الثاني في كل مسابقة مهمة لبرمجيات الشطرنج منذ سنة 2014. واليوم يحتل هذا البرنامج الذي كان نتيجة تعاون حفنة صغيرة من مطوري برمجيات الشطرنج موقع القمة في منطق اللعبة، وذلك لأنه ليس لاعب شطرنج عظيما فحسب، بل هو قادر أيضا على تحليل أي دور شطرنج وأي وضع خلال اللعبة، ويقدم خلال ثوان معدودة ملاحظات بالغة الأهمية على كل نقلة يقوم بها اللاعب البشري. لقد ظل ستوكفيش سعيدا بأن يكون الملك المتربع على قمة الشطرنج المحوسب، وبأن يكون المعيار الذهبي لتحليل أي لعبة شطرنج في العالم كله، إلى أن أتت سنة 2018 حينما نزلت شركة جوجل إلى الساحة. إن لدى جوجل برنامجاً اسمه ألفا زيرو، وهو ليس برمجية من برمجيات الشطرنج بل برمجية ذكاء اصطناعي، فبدلاً من برمجته بحيث يلعب الشطرنج أو أي لعبة أخرى تم برمجته ليتعلم ليس الشطرنج فقط بل أي لعبة. وفي أوائل سنة 2018 جرت المواجهة بين ستوكفيش وألفا زيرو. على الورق لم يكن ذلك نزالا متكافئا على الإطلاق، لأن ألفا زيرو كان قادرا على حساب 80,000 وضعية فقط في الثانية الواحدة. فماذا عن ستوكفيش؟ 70 مليون احتمال. من ناحية القدرة الحسابية يشبه هذا أن أدخل سباقا للجري أنافس فيه سيارة سباق من الطراز الأول،
لكن الأمر صار أكثر غرابة. في يوم المباراة لم يكن الفازير يعرف حتى كيف يلعب الشطرنج. نعم هذا صحيح، فقبل مباراته مع أفضل برمجية شطرنج في العالم لم يكن لدى الفازير إلا أقل من يوم واحد ليتعلم الشطرنج من الصفر. أمضى البرنامج الشطر الأكبر من اليوم في محاكاة مباريات شطرنج يخوضها ضد نفسه فيتعلم منها، ولقد تمكن من تطوير استراتيجيات ومبادئ اللعبة بالطريقة نفسها التي يستخدمها الإنسان من خلال التجربة والخطأ. فلنتخيل السيناريو: لقد تعلمت لتوك قواعد لعبة الشطرنج والتي هي واحدة من أكثر الألعاب تعقيدا في العالم. أتيح لك أقل من يوم واحد لكي تجرب لوحة الشطرنج وتضع لنفسك بعض الاستراتيجيات. بعد ذلك ستكون مباراتك الأولى مع بطل العالم في الشطرنج. نتمنى لك حظا طيبا. إلا أن الفازير فاز على منافسه. الحقيقة أنه لم يفز عليه فقط، بل حطمه تحطيما. فمن أصل 100 مباراة خاضها، فاز الفازير أو تعادل في كل مباراة من تلك المباريات بغير استثناء. كانت تلك النتيجة غير متوقعة إطلاقا، ولا يزال الناس غير عارفين ما يمكن استنتاجه منها. ذهل كبار لاعبي الشطرنج في العالم أمام إبداع الفازير وذكائه. كان أحدهم بيتر هيني نيلسون الذي قال مازحا: كنت أتساءل دائما كيف سيكون الأمر إذا حط على كوكبنا جنسا متفوقا علينا وجعلنا نرى كيف يلعبون الشطرنج في ديارهم. أشعر الآن بأنني أعرف الإجابة. ولم يتوقف الفازير لكي يستريح بعدما قضى على ستوكفيش. إن الاستراحات للبشر الضعفاء فقط. وبدأ يعلم نفسه لعبة استراتيجية أخرى هي لعبة شوجي. عادة ما يقال إن شوجي هي الشطرنج الياباني، لكنها في رأي كثير من الناس أكثر تعقيدا من لعبة الشطرنج. ففي حين خسر كاسباروف أمام الكمبيوتر في سنة 1997، لم يخسر كبار لاعبي شوجي أمام الكمبيوترات حتى سنة 2013. إلا أن الفازير هزم برمجية شوجي الأولى واسمها إلمو. لقد هزمها بفارق مدهش أيضا. لعب 100 جولة، فاز في 90 منها، وتعادل في 2، وخسر 8. وفي هذه المرة أيضا كانت قدرات الفازير الحسابية أقل كثيرا من قدرات إلمو. كان قادرا على حساب 40,000 نقلة في الثانية مقارنة ب 35 مليون نقلة لدى منافسه. وكما في لعبة الشطرنج، لم يكن الفازير يعرف أي شيء عن هذه اللعبة في اليوم السابق. لقد علم نفسه في الصباح لعبتين معقدتين إلى أقصى حدود التعقيد، وعند غياب الشمس تمكن من إنزال هزيمة ساحقة بأقوى منافسين في العالم. إن الذكاء الاصطناعي قادم. بدأ الأمر بالشطرنج وبلعبة شوجي، لكننا سنرى الذكاء الاصطناعي وهو ينطلق من عالم الألعاب ليجد تطبيقه في غرف الاجتماعات. من المحتمل كثيرا أن تجد نفسك، وأن أجد نفسي، وأن يجد كل شخص آخر نفسه من غير عمل. لقد اخترعت برامج الذكاء الاصطناعي لنفسها لغة خاصة لا يستطيع البشر فك رموزها، وصارت أكثر كفاءة من الأطباء في تشخيص التهاب الرئة، بل حتى في كتابة فصول متلاحقة من كتاب هاري بوتر الخيالي. والآن بينما أكتب هذه الكلمات، صرنا على أعتاب امتلاك سيارات تقود نفسها بنفسها، واستشارات قانونية مؤتمنة، بل حتى فنون وموسيقى يصنعها الكمبيوتر. بخطى بطيئة لكنها واثقة، سوف يصير الذكاء الاصطناعي أفضل منا في كل شيء تقريبا، في الطب والهندسة والإنشاءات والفن والابتكار التكنولوجي أيضا. سوف نتابع أفلاما أخرجها الذكاء الاصطناعي ثم نناقشها على مواقع إنترنت، ومنتديات يقيمها الذكاء الاصطناعي ويواصل تطويرها. ومهما يبدو هذا خياليا ومجنونا،
فهو ليس إلا البداية، وإليك ما سيحدث في آخر الأمر. سيأتي يوم يتمكن فيه الذكاء الاصطناعي من كتابة برمجيات الذكاء الاصطناعي بأفضل مما يستطيعه البشر. وعندما يأتي ذلك اليوم، وعندما يصير الذكاء الاصطناعي قادراً على ابتكار نسخ متطورة من نفسه وعلى هواه، فإن عليك أن تربط الأحزمة يا صديقي، لأن الرحلة ستكون مجنونة. سوف يصل الذكاء الاصطناعي إلى نقطة يتجاوز عندها ذكاء البشر، فنصير عاجزين عن استيعاب ما يفعله. سوف تأتي السيارات لأخذنا من بيوتنا لأسباب لا نفهمها، وتنقلنا إلى أماكن لم نكن نعرف أنها موجودة، وسوف تصلنا من غير توقع أدوية لعلاج مشاكل لم نكن نعرف أننا نعاني منها. ومن المحتمل أيضاً تغيير مدارس أطفالنا وتغيير أعمالنا، بالإضافة إلى تغييرات مفاجئة في السياسات الاقتصادية، وإلى قيام الحكومات بإعادة كتابة دساتيرها. ولن يكون أحد منا مدركاً للأسباب الكاملة لهذا كله، لكنه سيحدث. ستكون أدمغتنا المفكرة أبطأ بكثير من أن تستطيع متابعة كل هذه التغيرات. وكما فعل برنامج ألفا زيرو عندما ابتكر في ساعات معدودة استراتيجيات شطرنج لم يكن أعظم اللاعبين قادرا على توقعها، سوف يقوم الذكاء الاصطناعي المتقدم بإعادة تنظيم المجتمع وإعادة تحديد أماكننا في المجتمع بطرق لا نستطيع تخيلها. عندها سينتهي بنا الأمر إلى حيث بدأنا. عبادة القوى المجهولة العجيبة التي تبدو مسيطرة على مصائرنا، تماما كما عبد البشر البدائيون آلهة المطر وآلهة النار. ومثلما كانوا يقدمون القرابين إلى تلك الآلهة ويمنحونها العطايا ويبذلون طقوسا لتكريمها ويعدلون من سلوكهم ومظهرهم لكي ينالوا رضا آلهة الطبيعة تلك، فسوف نفعل مثلهم. لكن بدلاً من آلهة الطبيعة البدائية، سنتضرع إلى آلهة الذكاء الاصطناعي، وستنشأ لدينا خرافات عن تلك الخوارزميات. فإذا ارتديت هذا، فإن الخوارزميات ستصبح راضية عنك. وإذا استيقظت في ساعة بعينها، وقلت كلاماً بعينه، وذهبت إلى مكان بعينه، فإن الآلات ستنعم عليك بثروة طائلة. وإذا كنت صادقاً ولم تؤذي الآخرين، واهتممت بنفسك وأسرتك، فستحميك آلهة الذكاء الاصطناعي. ستحل محل الآلهة القديمة آلهة جديدة، الخوارزميات. وبمفارقة تطويرية غريبة، سيؤدي العلم نفسه الذي قتل آلهة الماضي إلى صناعة آلهة جديدة. وسوف يشهد بنو البشر عودة كبيرة إلى التمسك بالدين، ولن تكون دياناتنا الجديدة شديدة الاختلاف بالضرورة عن ديانات العالم القديم. وفي آخر المطاف، سوف تتطور تركيبتنا النفسية من حيث الجوهر، بحيث ترفض ما لا تفهمه وتعظم القوى التي تساعدنا أو تؤذينا. وبطبيعة الحال، سوف يدرك آلهة الذكاء الاصطناعي هذه الأمور كلها. فإما أنهم سيجدون طريقة لتطوير أدمغتنا بحيث تتجاوز حاجتها النفسية البدائية إلى العناء المستمر، أو أنها ستكتفي بإنتاج عناء صناعي من أجلنا. سوف نصبح كحيواناتهم الأليفة، وسنكون مقتنعين بأننا نقاتل من أجل أرضنا ونحميها. لكن ما نفعله لن يكون في حقيقته أكثر مما تفعله الكلاب عندما تبول على قواعد أعمدة الإنارة المتتابعة في الشارع. قد يخيفك هذا وقد يثيرك، لكن من المرجح أنه أمر لا مفر منه، سواء كان مخيفا أو مثيرا. ولأن السلطة تنبع من القدرة على التحكم بالمعلومات ومعالجتها، لذا ينتهي بنا الأمر دائماً إلى عبادة كل ما له سلطة كبيرة علينا. إذن اسمحوا لي بالقول إنني أرحب بسادتنا الجدد، سادة الذكاء الاصطناعي. أعرف أن هذا ليس بالدين النهائي الذي كنت تأمل أن يكون، لكن هذا ما أخطأت فيه. إلا أنك لن تحزن كثيراً على استقلالك،
فإذا كان الخضوع لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تبدو لك شيئاً فظيعاً، فعليك أن تدرك أمراً، أنت خاضع لها بالفعل وأنت تحب هذا. إن الخوارزميات تدير بالفعل قدراً غير قليل من حياتنا، فالطريق الذي تسلكه للذهاب إلى عملك قائم على خوارزمية. وكثير من الأصدقاء الذين تحدثت معهم هذا الأسبوع كانت تلك الأحاديث قائمة على خوارزمية أيضاً. والهدية التي اشتريتها لطفلك، وكمية المناديل الورقية التي تأتي في رزمة أنيقة، وخمسون سنتاً وفرتها لأنك تشتري من السوبر ماركت نفسه دائماً، كل هذا ناتج عن خوارزميات. إننا في حاجة إلى خوارزميات لأنها تجعل حياتنا أكثر سهولة، وهكذا سيفعل آلهة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، وسوف نستمتع بالأمر ونقدم الشكر للآلهة الجديدة مثلما كنا نقدم الشكر إلى آلهة العالم القديم. والحقيقة أن تخيل الحياة بدونها سيكون أمرا مستحيلا. إن هذه الخوارزميات تجعل حياتنا أفضل وأكثر فعالية، ولهذا السبب ما من طريق للعودة بعد عبورنا إلى ذلك المستقبل. عزيزنا المتابع الكريم، ما رأيك فيما قاله مارك مانيسون في كتابه هذا؟ هل سيصل الذكاء الاصطناعي إلى تلك المرحلة المخيفة وتتحول الخوارزميات إلى آلهة يعبدها الناس؟ أم لابد أن يتوقف التطور التكنولوجي عند نقطة معينة وتنهار الحضارة ولا تبقى إلا عبادة الخالق سبحانه وحده؟